الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان عام 2018 هو عام ذوي الاعاقه، هل احنا عندنا خطه زمنيه او جدول زمني عشان نعرف يعني او نعرف مطالب ومشاكل ذوي الاعاقه اللي هنعرضها او اولوياتهم ايه؟ بصي حضرتك، هي المشاكل معروفه، ولكن الحقيقه بدءا من ساعه ما بدانا نحط القانون ودخل قانون الحكومة وأنا بدأت أقرأ، لأن إحنا اللي حصل عندنا في اللجنة حاجتين، أن أنا تقدمت بقانون للجنة وبعد 7 شهور تقدمت الحكومة بالقانون بتاعها، وده طبعا عطل مشروع قانون لا حضرتك. لا 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 إطلاقا، لا ما عطلش، إحنا كنا بنحاول إن إحنا نظبط القانون اللي تقدمت بيه في أول دور الانعقاد، وبنشتغل على الافكار، هل احنا محتاجين نزود نقلل نظبط، يعني بنحسن من القانون اللي اصلا انا كنت جايباه معايا وانا داخله بيه من المجلس من المجلس القومي لشؤون الاعاقه، وهو نفسه اللي كان مقدم للحكومه قبل ان اترك منصبي كامين عام. فاللي حصل ان لما جينا نلم القانونين على بعض بصينا لقينا كثير من المواد اللي قد تكون مسماها يبقى مواد جدلية عشان فيها فلوس والتزامات من الدولة تجاه القضية، أنا بقيتش مصدقة أن أغلب هذه المواد تم الموافقة عليها. فطبعا عرفت على طول فورا أن الإرادة السياسية ليست إرادة بس بتقول أنا هأساند المرأة وهأساند المعاقين، لا ده في تنفيذ. ليه؟ لأن القانون بدأ يبقى فيه التزامات على الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وأدي لحضرتك مثلا يعني مثلا إحنا نتيجة أن المواصلات غير مجهزة وغير مؤهلة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، إحنا أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيقدر يوفر حق عربية حتى ولو نص عمر بيبتدي يشتري عربية عشان يتحرك بيها. ففي هذا القانون اللي احنا كنا مقدمينه للحكومة طالبين إعفاء كامل من الجمارك والضرائب على هذه السيارات، لأن احنا احتياجنا ليها احتياج أساسي وما نقدرش نتحرك إلا ما يبقى في وسيلة مواصلات متاحة. كان عندي خيال ان احنا هنبتدي نتفاوض مع المالية هيدونا نسبة قد ايه، بصيت لقيت لأ، ادونا فعلا اعفاء جمركي تام زينا زي اي الدول الاخرى. طيب كويس جدا. فده بيوريكي ان الاراده السياسيه عايزه تريح الناس دي، عايزه تساعد الناس دي، عايزه اللي يقدر يجيب عربيه يجيب وهاته، احنا بنعتذر ان احنا مش موفرين مواصلات متاحه لغايه دلوقتي، ولكن ولا طرق يعني